طلبتوا مني كتير قوي ان انا اعمل الجبنه الكريمي، وانا عملت معاكم الجبنه القريش، فانا اختصرت الخطوه دي. الناس اللي ما شافوش فيديو الجبنه القريش هحطه لهم في الكومنتات ويسالوني عليه او يروحوا يتفرجوا عليه، موجود على قناتي على اليوتيوب وموجود على الفيسبوك. خلاص انا بقى اخر خطوه من الجبنه القريش ان احنا بعد ما بنصفيها بالشرش بنضغطها كده عشان نعملها اسطوانه شكل الجبنه القريش اللي بتتباع بره. انا ضغطتها في علبه زي ما انتم شايفين كده بعد ما صفيت منها الشرش، لان انا مش محتاجه اعملها، انا كده كده هفرمها واعملها جبنه كريمي. فالتلاتة كيلو من الحليب طلعوا لي كيلو من الجبنه القريش ونص كيلو من القشطه. بسم الله ما شاء الله، زي ما قلت لكم الكميه اللي بتطلع معاكي حسب نوع الحليب وحسب طريقتك اللي بتستخدميها وصبرك على الجبنه لحد ما تروب. تمام، انا ما حطيتش برضو اي ملح خالص عشان انا لو عايزه الجبنه الكريمي دي استخدمها في حلويات تنفع معايا، يعني وانا بعمل الجبنه القريش ما حطيتش ملح خالص، حتى وانا بصفي الشرش ما حطيتش ملح عشان لو استخدمت الجبنه دي كجبنه كريمي في التشيز كيك او في حلويات تنفع. عايزه بقى تحطي عليها طعم وتحطي ملح براحتك، احنا النهارده هنعملها بثلاث اطعم تقدري انت تغيري فيهم براحتك. انا اول طعم هعمله اللي هو الفلفل الحلو، انا بحب الطعم ده قوي، يعني في جبنه كريمي كده بطعم الفلفل الحلو والهالوبينو، انا بحب الجبنه الطعم ده، فانا هحاول اعمله. شويت الفلفل الحلو اللي هو الاحمر ده، لفيته بورق زبده وبعدين بفويل وشويته على الشياطة على البوتاجاز عادي عشان ما شغلش الفرن على فلفلاية واحدة، فبقيت ايه حطها على الشياطة وكل شوية اقلبه لحد ما تشوى معايا. بعد بقى ما بيبرد شوية بتقشري الطبقة اللي هي رفيعة قوي دي الشفافة اللي بتبقى على قشرة الفلفل، وبعد كده تقدري تستخدميها. انا هحط معلقتين تلاتة من الجبنة، ولو انت بقى عندك الجبنة القريش خلاص هتحطي قطعة من الجبنة القريش ومعاها الفلفل، وبتخفي بقى الجبنة دي بشوية حليب. طب انا عامله الجبنه القريش دي في البيت، فانا عندي شرش كتير، هحط بقى من الشرش. خلاص انا هنا كنت بحط الفلفل الهالوبينو اللي هو الاخضر الحامي، فانا كده الطعم ده هيبقى حامي مش هينفع للاطفال، لو انت عايزاه ينفع للاطفال ما تحطيش فلفل حامي. هنا حطيت معلقتين من شرش اللبن او الشرش اللبن اللي نزل لما وانا بعمل الجبنه، وحطيت معلقتين بس من الزيت. خدي بالك انا حطيت معلقتين بس من الزيت عشان انا مش عندي زيت زيتون ومش عايزه احط زيت كتير، انما انت لو عايزه قوام هيتقل معاكي يبقى هتضربي الجبنه مع اللبن مع الطعم اللي انت هتحطيه وتنزلي بالزيت سرسوب لحد ما تتقل معاكي زي طريقه المايونيز كده. انا حبيتها تبقى قوامها خفيف شويه لانها كده كده لما بتقعد في الثلاجه بتتقل، وما كنتش عايزه ازود الزيت فحطيت معلقتين بس. دول عملوا لي حوالي اكتر، يعني ده كان 350 جرام بالظبط من الجبنه الكريمي بطعم الفلفل. نفس الطريقه هعملها لاي طعم، حطيت الجبنه معلقه كده ولا معلقتين من الزيت، وحطيت جبنه رومي، ممكن تحطي جبنه تشيدر، وممكن كمان تحطي بسطرمه او اي طعم عايزه تحطيه للجبنه. خلاص وحطيت برده معلقتين من الشرش وضربت كويس، ودي خطوه ممكن تستغني عنها خالص ومش صحيه، ده طعم الجبنه اللي بيتباع في السوبر ماركت، حطيت منه رشه بسيطه جدا علشان يخلي طعم الجبنه اقوى في الجبنه، بس دي حاجه مش صحيه وما تحطهاش. انا بس يعني حبيت ان اقول لك ان الفكره دي بتتعمل، لكن لو انت مش من النوع اللي بيستخدم الحاجات دي ما تستخدمهاش خلاص. وده بطعم الجبنه الرومي، برضو عملت 350 جرام من الجبنه الرومي، 350 جرام من الفلفل الحلو، واخر طعم احط الزيتون، برضو الزيتون مع الجبنه مع شويه من شرش اللبن او لبن لو انت بتستخدمي الجبنه القريش اللي انت مشترياها، والزيت يا تنزلي بيه سرسوب يا تعملي زي ما انا عملت، حطي معلقتين كبار واضربي كويس. وبقيت شرش اللبن بقى اللي نزل من اللبن وانا بعمل الجبنه، عملت احلى عيش بجد يا جماعه، احلى عيش والله بتعمليه من الشرش اللي بينزل من اللبن وانت بتعملي الجبنه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو وشيروه واكتبوا لي كومنت حلو.